هنبتدي أخبارنا الرياضية من الدوري المصري، وفريق مصر المقاصة اتعادل مع المقاولين العرب خلال مباراة الجولة الـ14 من عمر الدوري العام، واللي جمعت الفرقتين امبارح على استاد عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر. بالفوز ده رفع المقاولين رصيده للنقطة الـ12 في المركز الـ15، ورفع مصر المقاصة رصيده للنقطة الـ10 في المركز الـ16. وكمان اتعادل طلائع الجيش مع امبي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على استاد جهاز الرياضة العسكري في اطار منافسات الاسبوع الـ14 من مسابقة الدوري. بالنتيجة دي وصل طلائع الجيش للنقطة الـ15 في المركز الـ11 بترتيب جدول الدوري العام، وامبي وصل للنقطة الـ16 في المركز الـ9 بترتيب جدول الدوري. كمان حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة البنك الأهلي والاتحاد السكندري في المباراة اللي جمعتهم على استاد باترو سبورت في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وبكده بيحتل فريق البنك الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة بطولة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، وفريق الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 15 نقطة. اتحاد الكورة هيعمل جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأسبوع اللي جاي عشان مناقشة كل بنود العقد الخاص بيه، بجانب حسم ملف الجهاز المعاون للمدير الفني في المرحلة اللي جاية. من ناحية تانية، نفى اتحاد الكورة الأخبار اللي ترددت في الفترة الأخيرة عن اعتذار إيهاب جلال عن تدريب المنتخب، وأكدوا إن جلال متمسك في الحصول على فرصته في تدريب الفراعنة. برشلونة الأسباني ودع مسابقة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي بعد خسارته من فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب كامب نو ضمن منافسات لقاء العودة في الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وكانت نتيجة مباراة الذهاب اللي جمعت الفرقتين انتهت في ألمانيا بالتعادل 1-1. وتأهل ويست هام يونايتد الإنجليزي لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على فريق ليون الفرنسي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح في لقاء العودة في ربع نهائي المسابقة، وبكده هيواجه ويست هام يونايتد فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني اللي نجح في إقصاء برشلونة الأسباني بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2. وتأهل لايبزيك الألماني لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد ما فاز على فريق أتلانتا الإيطالي بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح على ملعب جيوس في لقاء العودة من الدور ربع النهائي من المسابقة للموسم الحالي، وكانت مباراة الذهاب اتلعبت في ألمانيا وخلصت بالتعادل الإيجابي 1-1. كمان صعد ليستر سيتي الإنجليزي لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى بعد فوزه على فريق أيندهوفن الهولندي بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمعهم امبارح على ملعب فيليبس في منافسات لقاء العودة في ربع نهائي المسابقة للموسم الحالي. وتأهل روما الإيطالي لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد فوزه على فريق بودو جليمت النرويجي بنتيجة 4-0 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب أولمبيكو في إياب دور ربع النهائي من المسابقة للموسم الحالي 2021-2022، وبكده هيواجه روما في الدور نصف نهائي فريق لاستر سيتي الإنجليزي اللي اتخطى فريق أيندهوفن الهولندي.